Alors, la conférence d'aujourd'hui est la prévention des maladies professionnelles. درنا على بزاف ديال الاهميه والناس اللي كتعاني من المشاكل كو سواء دي تروب البسيشيك كو سواء دي مالادي ديال ميسكوسكوليتيك وبيان دي تروب البسيشيك ولا دي مالادي مونتال مالادي سونتي مونتال دونك اليوم حنا كنهضروا على هاد اون فيت هاد لي تيماتيك اللي كتخص كاع الناس كاع لي سالاري اللي تحسيس باهميه والمخاطر ديال الامراض المهنيه داخل الشركات. دونك اليوم معنا دو انترفونون اللي هما دو ميدسان دو ترافاي سبيسياليتي في هذا لو دومين باش يعطيونا ان سيت ابيرسو يعطيونا ان فيت لو تيمونياج ديالهم حول الاهميه والتحسيس والتوعيه بهذه المخاطر. عليكم اهلا بكم في معرض بريفونتيكا الدولي. حنا هنايا اليوم لرفع الوحي وتحسيس العمال ديالنا من اجل الوقايه المهنيه. دونك هذه الامراض كيف كتعرفوا كتشكل تهديد ومخاطر كثيره على العمال. لهذا حنا كنشدوا على ضروره الاشتراك في سياسات التامين الصحي والمهني لحمايه العاملين ديالنا ماديا في حال وقوع اي حادث او اصابه. دونك كندعو لجميع العمال وجميع لي باترون باش انهم يقيدوا العمال ديالنا في هاد لي زاسورونس وديال الصحه ديال العمال ديالهم. حيت كيف كتعرفوا ان ملي كيكون العامل يعني المشتغل في صحه جيده كيقدر يعطي المزيد والمزيد وكيدفع ببلادنا لقدام. شكرا.